يوجد حول الجامع سياج من حديد يعد آية من آيات الفن والإبداع في هذا المجال، إذ تميز عن كل مساجد بغداد بخط جميل لآيات من القرآن الكريم، خطها شيخ الخطاطين العراقيين هاشم البغدادي، ونفذها بإتقان كبير الحدادين في بغداد الحاج عبد الأمير الحداد، وكانت بالخط الديواني الجميل. وقد اكتمل سياج الجامع سنة 1964 للميلاد. ومن اللافت في هذا الموضوع أن الحداد كان أمياً لا يعرف الكتابة ولا القراءة، ولكنه استطاع تطويع الحديد بحرفية متقنة لتنفيذ ما خطه هاشم البغدادي بشكل رائع وجميل.